يا جماعة الخير، والله دحين وأنا أتابع مقابلة مع فيروس كورونا قد سمعت عدوكم يقول لكم نزموا بيوتكم. العدو ما يقول لك افعل كذا وسوى كذا وسوى كذا، فهذا دحين يقول ألزموا بيوتكم ألزموا بيوتكم ألزموا بيوتكم، يقول النجاة منه والوقاية منه، ألزم بيتك وبيتك يسعك وحصن نفسك. ويقول انه عمل ما لم تعمله مؤتمرات في العالم، اللي وحد صفوفنا ووحد اسرنا وجعلنا في بيوتنا. ذحن يتكلمها ام كارون هو بنفسه الله يقلعه، يعني يتكلم عن نفسه. يقول انا ما اصيب الا ام اطفال، يقول اشفق بهم ام اطفال، يقول عندي عليهم شفقه وما اتقربهم لانه مساكين. انا ادور يقول وراهم كبار مثل سني، يقول مثل ياه. قال لي واحد شيبة هكذا دقنه أبيض وترني أنا مكعكم في الحف هذا، والله سبحانه وتعالى المخارج، والله يغشني غش أني ودي كان أزغط أبو حتى، لكن الشيء بعيد عني. وإني الليلة أنا يوم صارعة وتفلته وسبيته وشتمته، وهو يقول أنا ما أعجبني إلا كبار أهل الضغط، وهو عارف يعني إحنا معانا ضغط وسكر، وأنتم عارفين المعلم ما يتقاعد إلا قد عندهم ضغط وهم سكر وهم بكلاوي. فنسأل الله العفو والعافية، والله يدمني منه غش إني الليلة لا أقفعه حتى يشبع، لكن هو بعيد وأنا بعيد. أنا قعدت أسمع بكل دقة عشان أعرف مين اللي بقصدهم في هذا. فقال والله بدأ من 2019، يعني قبل سنتين وهو شغال يخدم في الناس بس محدد يدريبه. فيقول أصيب أكثر من اللي حالتهم النفسية، يعني يتخرعون وينبهزون ويتخرعون ويتخدلعون. يقول هذا لهن يعني معشى حقه، يقول اللي يعني يخاف ويتخدلع ويتخرع، واللي قحمة مثلك يا شيبة يقول يا شيبة اللي مثلك هكذا عنده سمكر وعنده ضغط وعنده القلب. قلت له لا حول ولا، ما عرف كبي والله انا صدق، قال لان المدرسين مساكين ما يتقعدون الا هذه عندهم اقل حاجة، يعني المعلم ما يتقاعد اللي عنده واحدة من هذه، يا سكر يا ضغط يا قلب. فنسأل الله العفو والعافية. ويقول يحب محلة باردة، ويقول يحب اللي يعطسه ما يهبله فايق، ويحب يقول بحلوق ويدخل عن طريق ما هو سمعه، يقول يدخل عن طريق الانف وعن طريق الفم وعن عينه. هيا بالله هذا يعني وضح لنا كل حاجة، ولكن أكثر ما لزم علينا أنه في بيوتنا. قال علاجكم الوحيد انكم تمسكون بيوتكم حتى يحصلوا لكم مضاد حيوي، او يعني مضاد علاج يعني له. قال لا، قد حصل علاج لي بعدين اخرجوا. فهذا والله اللي له يعني يحفظ علينا. وان سمعت كذا المقابله حقه كلها وفهمتها وعرفتها، لكن احسن ما اقول لكم فيه انه قال لنا نمسك بيوتنا يا جماعه. الله الله، لا عاد اوصيكم، واحنا ما عاد الا في حكم الله سبحانه وتعالى قحومه هذيلا، لانه عندنا ضغط وعندنا سكر وعندنا قلب، والحمد لله ربنا سبحانه وتعالى دومت عايشه، والله لا تاخذ يومها ولو كنتم في برج مشيده. فالحمد لله رب العالمين، محبكم ابو بطران من قلبه يتكلم اليكم. امسكوا بيوتكم والزموا بيوتكم، وسمعت المقابله كلها، والله مقابله مهمه جدا ومفيده، وترونها يعني نافعة لكل من سمع ونفذ التعليمات. ألزم بيتك، أكثر ما يكرر يقول علاجكم مني ألزموا بيوتكم، وابعدوا يقول مسافة متر من بعض، وبطلوا من الاختلاط، لا تتخالطون. يقول أنا أعشق الاختلاط وأعشق المحل بارد وأعشق المصاخة وأعشق أظلافهم طويلة. يقول المظلاف اللي أظلافهم طويلة يقول هذا يحبهم مرة عشان يبخشبع وكذا. فيا جماعة الخير انتبهوا. ويقول أدخل من عيني كذا، أدخل في الواحد في عينه غصب عن أبوه، طالما هو وسخ وطالما هو ما يقعد في البيت وطالما يحب الاختلاط وطالما يعني ما يسمع التعليمات، أنا يقول أدخل من عينه وأدخل من أنفه وأدخل من حلقه. وأحسن حاجة يقول كثر من المغرغرة، اللي هبلك مويه مكمد كذا من حقهم برادة أم ثاني مهم بارد، وابعدوا عن بوين بارد. يقول المهم الله ان شاء الله
يصرف عنا ويصرف عنكم، ومع ذلك قبول، مع شاء طول عليكم، إلا والله من مقابلة هذا لخصتها لكم.